يا كربلاء ما أنت إلا بقعة المجد الأثير ما أنت إلا جنة الفردوس أو بيت خليل قامت قواعده بكل مبجل شهب النبيل أنت النجاة من عزيز أو ذليل كم فيك من شمس ومن بدر هوى فوق التلوم مثل من يا شاعر قال كعلي الليث الهزام قصيده مو غريبه عليه يوم سابحه يوم ابي الفضل سمعني صوتك كعلي الليث الهزام وقاسم الفر وصولي وعب الفضائل والفواضل صاحب العلم صاحب العلم الطويل لا تستحي شبابها وعب الفضائل والفواضل صاحب العلم طويل الضيغم العباس والبسام في اليوم المأمولي ساقي وطاشا كربلاء ببارد كالسلسبيل الكعبة تقول الكربلاء سمع مقالي الشرف عندي والفخر ويا المعالي والبيت عندي والحجر نصعد زلزل وعندي المروة والصفا ومشعر الأعظم وملجأ الخايف للتجري في بيتي الضايا وتخضع لي الأملاك حتى من جلالي أفواج بي تنزل ومني تصعد أفواج الله جعلني للورى كعبة الحجاج وبيقضي الباري حوائج كل محتاج كعبة جعلني للورى داني وعاد ظلت الكعبة تفتخر وتقول مثلي ما ينوجر يا غاضرية مثل شكلي كعبة وبيت الله وقبلت كل مصلي نوري على كل الأرض شالبدر عالي ما ينوجد يا كربلاء مثلي جليلة بعد ما اسمع
عين وجد يا كرمة مثلي جليل والله اصطفاني دون هالأرض الطويلة سمعي كلامك كرمة كعب الغاضر يا ضمة حسين وتقدست والشرف لها والمعالي كوني ذليل الكربلاء ومنك سرايا زمزم غلاني تقصد لهن كل فليس عوي يمين البطل مع صرخة المظلوم خويا اندهش باللي اللي جرى في كربلا الكعبة ما تدري من طايا شيء على العلم والراس مخضر أريد منك هالبيت إلى كربلا إلى حرم أبا الفضل من طايا شيء على العلم والراس سلام الله عليها اذكرها ام البنين ها باب الحوائج الى الله عندك حاجه هيا حاجتك لامراضكم لمرضاكم الشفاء ان شاء الله بحق ابي الفضل العباس هذه المراه المؤمنه التي ترجو منكم الدعاء كثير اتصلت ادعوا لها بالشفاء ان شاء الله تعود الى ابنائها الى اولادها اسال الله ان يتمم عليها شفاءها هذه المراه المؤمنه ولي جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات مولاي ونجيب لك غلام كأنه القمر الطالع عندك استعداد أنا وياك إلى مصيبة أبو الفضل ونجيب لك غلام كأنه القمر الطالع قام علي من حينه جاء إلى الدار التفتين وياي إجا إلى الخبر أم البنين ولدت لك ولدا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله إجا أراد أن يدخل من الباب وإذا بزينب واقفة والعباس على يديه أنا اليوم ما أقرأ أنت اللي سير المجلس البحث كيف تريدني أقرأ؟ سمعني صوتك نحب على أبو فاضل ها قلت لك يوم عظيم هذا يوم العباس لا تخسر عبرة على أبو فاضل الله يعوده واقفة زينب والعباس على يديها أراد أن يدخل أمير المؤمنين قالت أبا سؤال واحد قبل لا تدخل تفضلي بنية قالت أسألك أبا ما العلاقة بيني وبينه أشوف من وضعت هذا الوليد على يدي تعلق حبه في قلبي ما العلاقة بيني وبينه شباب حرق قلبك وين أصحاب القلوب الرقيقة حسين لا يريد قلوب جامدة حسين يريد قلوب ملوها الشفقة والحنان والرحمة شوف الحسين ها أمامك اليوم شوف مصيبة أبي الفضل العباس التي أبكت الحسين
ارفع تستعيد ارفع صوتك. حسين رفع صوته في المعركة وهو ينادي يا أخاه يا عباس. ما العلاقة بيني وبينه؟ قال لي يا بني يا زينب كسرت قلبي. هذا كفيلك. هذا كفيلك يا زينب، لكن مع الأسف تفارقينه ويفارقك. قالت أبا من الذي يفارق من؟ قال بني زينب أنت التي تفارقينه وهو مرمي على المسناط قطيع الراس. صرخت زينب ونادت وأخاه وإجا أمير المؤمنين إلى حجرة أم البنين. حمدا لله على سلامتك يا أم البنين. وإذا أم البنين شوف دموع في عيون أمير المؤمنين. حكيم يا علي أمامك الصورة ها تبكي ساعة أنس وفرح. لما تبكي يا علي؟ هل في ولدي عين؟ نظر إليها قال لها يا أم البنين لا لا ما في عين، لكن تذكرت ما يجري عليه. المصاب الفظيع أمامي المصيبة اللي راح تحل بهذا الولد. أمامي مصرع أبو فاضل وتفاصيل المصرع. والله يا أبو الحملة حالات عجيبة فيها الولد وأشوف أفعالك غريبة. كل ما أنا شفتك أصب الدمع عمّارت قلت اسم الولد تهجة تحشال اسم الحلو لكن تقول اللطف سقال. ما أريد هذا اللقب يا سبع الحريم. معلوم يجري هالولد أمر مهوز هلت دموعه وصاحبيه صرخة صرخة يم الابنين. هالولد برض الغاضرية بينصر حسين. بسم الله شيايا للي ومكبش الكتيمة. تسلم تسلم لو تنظرين فوكت فشايل الجود تقطع زنودة ويحمل البرق بلا زنود تنخسف عينه وينفضخ راسه. بالعموم قالت تركت القلب يتوقف لهيب. قل لي يا ابو الحملان يا خواب الامراس خبرني ايش حال الصدر من عقب عباس. كلها يصيح انكسر له الكسر. ما تألمك هالكلمة من الحزن؟ عندك أخ وتحبه لو لا؟ إن فقد الأخ ينكسر به الله. وين النحلة؟ الأباها الوجوه الطيبة والشمام ها؟ الملائكة تذلل عليك. سمعني نحبة على أبو فاضل يا أمونا. ترى الزهرة حاضرة مجللة بالسواد اليوم تردم على رأسها وهي تنادي وولده وعباسه. يصيح الكسل ظهري ويلطم الراس ويصيح عزمي راح يا ذف الحليب. روح الى المصنعه واذا حميد بن مسلم يقول اشوف الحسين متوجه عندي تمهل علي شويه يا فوضي. يمشي الى مصنع يا ابو الفضل بعد ان سقط ابو الفضل. عندي مشاهد اقوى من المصنع. دمعه على ابو فاضل يقول ألقبه يهرول وإذا به انحنى وحمل شيئا أبيضا يقبله. شو اللي حمل الحسين؟ أبعدت النظر وإذا بها كف العباس اليوم. أنا بيك سمعني هذي ذكرها بش خطوات انحنى وحمل شيئا آخر جعل يلحمه ويقبله
أمعنت النظر وإذا بها كف العباس اليسرى. هذا فيك يا مؤمن. يقول أرقبوا حتى جاء وانكب على مصرع أخيه، حسر العمامة من على رأسه، جعل يلطم وينادي، كنا صيحة واحدة مع الحسين، صيحة واحدة يا داع الآن الآن انكسر ظهري الآن فلت شوكة لمن اللي واعطي ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يطير إلا يا أخوان يا أبو الفضل يا ويل اجفر أبو جواب أبو جواب إلا يا أخوان يا تقطع من وصاحة
حلمي وذوب حشاي وكسر اريد اعلى اريد اعلى عباس يا اخوي يا شباب عباس يا بعد بعد منا ما في شباب وسط المجلس عباس يا اخوي عباس يا يصعد على صايا عباس يا خوي عباس يا خوي قلنا على العلم حطيت درعاني وضميت لصدري والعمد جالي تاليها طحية من صهوة حصان وشفت امي وشافتني بني يدي اجت الزهراء حضرت الزهراء لأبا الفضل بيت موجعة اجت لي وشالتني على الغبر وضمتني ونادت امك الزهرة هذا حسين جالك من كسر هذا حسين جالك من كسر وشفت لطمع لخد امك يا خويا عندي وصيتين يا نور علي وصيتين قبل الموت عندك ابو فاضل شنو هالوصيتين قال الوصيه الاولى ابو علي انزع هذا السهم من عيني انزع هذا السهم من عيني اريد نظره اخيره الى وجهك يا ابا عبد الله نظره اخيره انظر الى وجهك يا حسين نظره واحده قبل الموت والوصيه الثانيه شنو ابو فاضل قل له يا نور العين سلم على الحزين قل له يا نور يخفض صوته مخافة عن حريمة تسمع ضل عضيدة في صعيدة والجفوف مقطعة موجعة الله يرحمك من العطية ضل عضيدة في صعيدة والجفوف مقطعة واقبضت زينب جناني يا كفيل اشهد خبر اريد منك اللطمية بس وصل شيخ العشيرة دارن عليه الحارة بتنادي يا خويا من شيالي وزينا بتنادي يا خويا من شيالي قال منا يا حزينة والفضل باع السهل صاح منه يا حزينة والفضل باع السهل واستحب نوم الشريعة جيت يا زينب وحيد لو تشوفينا يا زينب كيف مقطوع السنور والعالم يما وقع والراس مخبوخ بعمر قالت الأي سجل عباس
نادت سفلي يا حوالة قال مخ على مكتوب سهمنا بنت بعينه يا حزينة وما يشوف شعر راسه مخضب بالدم ومقطوع المكتوب شعر راس الخلاب دمى ومقطوع المنبوب والله يا اختي الكسر ضمري يوم شفت على الساعي كافي لي يا ابو علي ودي يا عاين حالك تقدر على البيت شوف جواب الحسين قال ما ينشال يا زيد ما بنقطع بالحديد بيت الدعاء الله يعونك وقبلت زينب صفحة ختام وقبلت زينب تنادي يا كفيل اشمل خبر